الأمام تيمو فيرنر، تسديدة خطيرة، التعادل من جديد. أي ندية وأي إثارة، كل فريق غير قادر على فرض أسلوبه وسيطرته على المباراة. شوف القمة، شوف التكافؤ حتى الآن. عاد الفريق، عادت النتيجة، عادت الحضور. انطلاقة حلوة، الكرة البينية، الله يا نيمار. تقدم يأتي في هذه اللحظات، سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة. نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم، ضغوطات تتحول على